بعد إصلاح بئر الأمل وصيانته تم تمديد شبكة مياه بأقطار مختلفة وعمل صيانة طارئة لشبكات المياه في شارع أبو ليلى جزء من حي الأمل وأجزاء من معسكر خان يونس. وهذا المشروع طبعا بتمويل مبارك من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشهم 3. اليوم تبدأ عملية ضخ المياه لمدينة خان يونس بالتعاون بين عملية الفارس الشهم 3 وبلدية خان يونس، وذلك لإيصال المياه لكل سكان المدينة الذين طبعا تعرضت مدينتهم لانهيار في البنية التحتية بعد دخول الجيش الإسرائيلي ضمن العملية البرية. اليوم يستفيد معظم سكان هذه المدينة من خلال هذا المشروع الكبير في إمداد خطوط المياه التي بالإمكان أن تصل إلى منازل المواطنين بالحد الأدنى في هذا الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة حتى هذه اللحظة. كنا نجيبها من 3 كيلو 4 كيلو المي، فلقيت كويسة أنا 50 متر 40 متر كويسة. إحنا بنتعب عشان المية، الحمد لله هي صارت موجودة.